أن معنى سوى هيئة وأوجد وخلق على هيئة مستقيمة معتدلة، بحيث جعل خلق السماوات والأرض على سواء كامل وتام، ليس فيهن انحراف ولا اعوجاج ولا فطور، بل سواهن كاملة. وليس معنى ذلك أن السماوات كانت بها اعوجاج أو عدم استقامة، وإنما المعنى أنه سواهن من البداية ومن الخلقة الأولى مستويات، كما تقول مثلا: بنيت الدار واسعة، لا تقصد أنها كانت ضيقة فوسعتها، وإنما تريد أنك بنيتها واسعة من البداية، كما قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي سواك من البداية في أحسن تقويم.